عاصمة النفط والغاز في ظلام مطبق. يقف الصيف على الأبواب ويزداد الوضع قساوة على مواطني شبوة جراء الانقطاع التام للتيار الكهربائي، والذي أضحى هاجساً لدى سكان المحافظة، وخاصة أن ذلك الانقطاع يترتب عليه تعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والصناعية. تتعدد أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وهذه المرة غرقت المحافظة في الظلام نتيجة نفاد الوقود في المحطة الرئيسية بالعاصمة عتق. على الرغم من وجود توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي بتزويد كهرباء شبوة عتق بناقلة يوميا من مصافي صافر، وكذا بناقلة كل 3 أيام لكهرباء بيحان العليا. تعد مشكلة الكهرباء في محافظة شبوة من المشاكل المزمنة التي استعصت حلحلتها، ومع مرور السنوات ازدادت المشكلة تعقيدا، وأضحى أمر معالجتها أكثر صعوبة من ذي قبل. نحن نحتاج يوميا يعني تقريبا 100,000 لتر، والكمية اللي توصلنا من مارب 45,000 لتر يوميا، وطبعا ما تأتي بشكل يومي. التوجيهات من شركة النفط ومن الوزارة أن يعني قاطرة 45,000 لتر يوميا، ولكن للأسف لا تأتينا إلا أحيانا كل 3 أيام قاطرة. مخصص شهري لا يغطي العجز، ومماطلة من قبل منشأة صافر لتزويد المحطة بالوقود، والنتيجة انقطاع تام للتيار الكهربائي في شبوة، يستمر معه تعطيل أعمال المصانع الصغيرة ووحدات العناية في المستشفيات، وتعطيل الكثير من أعمال المواطنين. تعددت الأسباب والمعاناة واحدة. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.